السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم على قناتي ازرع بإيدك وزين بيتك، وعلى الفيسبوك أيضا ازرع بإيدك وزين بيتك. وقبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحبه وسلم أجمعين إلى يوم الدين. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم إشعارات جديدة من الفيديوهات، وعمل لايك لتوسع انتشار الفيديو على منصة اليوتيوب، والمشاركة مع الأصدقاء وشعار كل فيديو. يلا بينا نزرع. فيديو اليوم عن شجرة الجاكرانتا او الابانوس. قبل ما نخش في تفاصيل الفيديو هنتكلم على معلومات عن النبات وكيفية العناية والزراعة، تابعوني لنهاية الفيديو. شجرة الجاكرانتا واسمها العلمي جاكرانتا ميمي سيفوليا، هي شجرة استوائية موطنها الاصلي المكسيك ومناطق الكاريبي وامريكا الجنوبية والبرازيل. شجرة الجاكرانتا من الأشجار الجميلة التي لها شكل مميز، وهي تسمى أيضا بشجرة الأبانوس الأخضر، والذي يضم 45 نوع من أنواع الجاكرانتا ما بين أشجار وشجيرات. أوراق الجاكرانتا هي من أنواع الأشجار المتساقط أوراقها، وخصوصا في المناطق التي تتعرض لفترات طويلة من البرد القارس. كما أن أوراق الأبانوس الأخضر دائمة الخضرة في المناطق المعتدلة. شجرة الأبانوس تنتمي هذه الشجيرة إلى الفصيلة البيجونية، وتنمو الشجرة لتصل إلى علو قد يزيد عن 18 متر، وهي سريعة النمو فقد تصل خلال السنة الأولى إلى ارتفاع 3 أمتار. أظهرها بنفسجية زاهية اللون في نورات تجمعية، حيث تزهر في فصل الصيف وفي بداية فصل الربيع، وتستمر في الأزهار لفترة تصل إلى 8 أسابيع، والأزهار تزهر قبل الأوراق، والزهور الواحدة تصل أبعادها إلى من 2 إلى 5 سنتيمتر، وتساقط أزهارها بعد حوالي شهر من تفتحها. ومن مميزاتها أيضا أن خشبها متين قوي التحمل، يصلح للنحت والخراطة لأغراض النجارة، ويدخل في الأساس المنزلي. دلوقتي هنتكلم على طرق العناية بشجرة الجاكرانتا. أما عن طريق العناية التي تتم لشجرة الجاكرانتا فهي كالتالي: يتم تسميد الشجرة خلال فترات النمو النشط، والتي تكون عبارة عن مرة واحدة في الشهر، وفي فصل الربيع من الأفضل أن يكون في بدايتها أن يتم خلال ذلك تأليم أطراف فروع الشجرة العلوية، من أجل أن يتم زيادة كثافة الشجرة وتساعدها على الأزهار. فضلا وليس أمرا، لو إذا عجبك الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ما تنسوش اللايك الجميل من حضراتكم. لو في أي سؤال أو أي استفسار ياريت تكتبولي في التعليقات وهرد عليكم على طول. والجدير بالذكر أن شجرة الجاكرانتا تتناسب زراعتها في جميع الوطن العربي، حيث تتحمل درجات الحرارة المرتفعة، فهي من أشجار الزينة الرائعة التي يمكن تواجدها في حديقة المنزل أو في الحدائق العامة. وتعتبر الجاكرانتا خيارا جيدا للمناطق الخارجية الكبيرة في المناخات الدافئة. ما شاء الله نبتة أو شجيرة جميلة جدا اللي احنا نقدر نزرعها امام المنزل او في حديقة المنزل لجمال ازهارها الجميلة، وانها مقاومة للافات والامراض وليست عرضة للمشاكل الافات الملحوظة. الجاكرانتا تتحمل الجفاف بشكل معتدل، ولكنها يتطلب الري خلال فترات الجفاف، واذا لم يتم سقي الشجرة بعمق كافي فقد لا تنتج ما يكفي من الكلوروفيل، مما يسبب الإصابة بالقرور للحصول على أفضل إزهار. ويتم زراعة شجرة الجاكرانتا تحت أشعة الشمس الكاملة، ويمكن أن تعيش الأشجار الصغيرة في الظل الخفيفة إذا لزم الأمر في بداية زراعتها. كده حضراتكم اتكلمنا عن معلومات عن النبات واسمها العلمي وموطنها الأصلي وكيفية العناية مع كيفية التسميد والزراعة
المكافحة من الحشرات. دلوقتي هنتكلم على كيفية زراعة شجرة الجاكرانتا. دلوقتي هنشرح عملي لآخر الفيديو والنظري حاليا. تتكاثر شجرة الجاكرانتا. يتم التكاثر شجرة الجاكرانتا بالبذور في شهر مارس وشهر ابريل، ويتم التعقيل في شهر فبراير وشهر مارس. يبقى كده معانا طريقتين، زراعة بالبذور في شهر مارس وشهر ابريل، والعقل بتتم في شهر فبراير ايضا وشهر مارس. ويجب ان تزرع البذور الطازجة للحصول على افضل نتائج انبات، والبذور الطازجة المنقوعة في الماء لمدة 24 ساعة والتي تستغرق في الانبات من 10 الى 12 يوم، تمام، والتي تستمر لمدة تصل الى شهرين، معدل انبات من 50 الى 90% من البذور. ويتم تطعيم شجرة الجاكرانتا في فصل الربيع. دلوقتي هنشرح عملية، هناخد البذور وتابعوني لنهاية الفيديو كيفية الزراعة. ودلوقتي جي معاد اكسار بذور شجرة الجاكرانتا، ودي البذور بتاعتها بتكون في الداخل، يعني بقلل الاشياء كده، لو مش مفتوحة بنجيب آلة حادة ونفتح الثمرة عشان ناخد منها البذور من الداخل. زي ما حضراتكم شايفين، ادي البذور اهي بتاع شجرة الجاكرانتا. وانا دايما احب ازرع في تربة البوتموس زائد التربة الرملية، ونسمي الله وننصر البذور بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين في التربة، تمام كده. ونكملها بقى بالتربة خفيفة بره عشان خاطر تنجح معانا بنسبة 100%. بعدين بنكمل ري التربة ري خفيفة كده، زي ما حضراتكم شايفين. بعدين نحطها جوه الحضانة لعملية الانبات. زي ما حضراتكم شايفين ادي الحضانة بتاعتنا، فاتحين الحضانة عشان خاطر نحط البذور بتاعتنا. ما شاء الله بتتراوح عملية انبات البذور من 2 الى 3 اسابيع. لو في اي سؤال او اي استفسار ياريت تقولي في التعليقات وهرد عليكم على طول. ما شاء الله بعد مرور 10 ايام بتتم عملية الانبات، تمام، وبنسيبها لمدة 3 اسابيع زي ما حضراتكم شايفين، على اساس ان احنا هنتم عملية تفريغ الشتلات، ونحط كل شتلة في الصيص لوحده بتساعد على النمو الجيد للبذور، تمام. حاجة ما شاء الله اللي احنا نقدر نزرعها باقل الاشياء في المنزل، وهنتم عملية التفريغ. لو في اي سؤال او اي استفسار ياريت تكتبولي وهرد عليكم. دلوقتي جه معاد تفريغ الشتلات بتاع شجرة الجاكرانتا. دلوقتي بنقلب القصيص بتاعنا ونربطه في حاجة عالية ونطلعها زي ما حضراتكم شايفين. بعدين من واحدة واحدة كده بناخد كل شتلة مع كمية من التربة، تمام. بعدين بنجهز التربة بتاعتنا، واحنا دايما بنزرع في تربة بوتموس زائد التربة الرملية، ونجيب الكوبايات بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين. بعدين نسكب ثقب ونجيب الشتلة بتاعتنا ونحطها في النص. بعدين نروي ري غمرة للشتلة في اول مرة، وبتتم عملية النقل لما تكون الشتلة مطلعها 4 اوراق، يعني دورين. بعدين بنحط الشتلات في مكان شبه مظلل عشان خاطر تنمو جيدا. دي كانت معلومات عن زراعة شجرة الجاكرانتا. لو في اي سؤال او اي استفسار ياريت تكتبولي في التعليقات وارد عليكم على طول. ومنتنسوش اللايك الجميل. من حضراتكم مع تحياتي ابو اسر. هذه القناة مخصصة في جمع المعلومات عن النباتات الزينة الداخلية والخارجية ومعرفة تكاثرها.